الأجواء في قطر بعد هذا الفوز الكبير، ماذا عن ردود الأفعال بشكل عام، المواقع القطرية، جمهور النادي الأهلي؟ معانا الأستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية. يا مساء الأنوار يا أستاذ محمد. مساء الأنوار عليك يا جنرال، مليون مبروك لكل الأهلاوية ولكل المصريين، فوز وانتصار يشلق الصدور واسعد الملايين من المحيط الى الخليج. صحيح صحيح صحيح، ارصد لنا كده الاجواء بعد المباراه والجمهور في ارضيه الملعب ولحظات الاحتفاء بالمركز الثالث وثم الى فندق اللاعبين والامور دي. الحقيقه كابتن مدحت احنا لحد دلوقتي انا والزملاء الاعلاميين لسه في محطه المترو، ما طلعناش ولا غادرنا، يا دوب لسه طالعين. الجمهور كان في حضور جماهيري كبير جدا، الجماهير من فرط الفرحه مش عايزه تطلع من الاستاد ولا عايزه تمشي، رغم ان المباراه خلصت وكل اللعيبه غادرت، لكن جمهور النادي الاهلي عايش حاله من السعاده الحقيقه، خصوصا الرابطه والجاليه المصريه اللي موجوده هنا في الدوحه. الاهلي عمل لها حاله فريده من نوعها، طبعا عايشهم اجواء استثنائيه الحقيقه، فكل الناس كانت فرحانه. الاحتفالات عايز اقول لحضرتك لحد لما ركبوا عربيات قطار المترو وغادروا الى منازلهم، لحد دلوقتي الاهلاويه اعتقد ان هم هيفضلوا سهرانين للصبح بمناسبه هذا الانتصار اللي يمكن انا بشوفه يا كابتن مدحت في الظروف اللي احنا فيها دي انتصار تاريخي وانجاز فريد من نوعه للنادي الاهلي. صحيح. ليه؟ اولا بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا، الاهلي بيبني جيل جديد وبيكون فرقه، ما انت تفوز ببطوله افريقيا وتطلع في اول بعد غياب وتروح تجيب ثالث عالم وتاخد ميداليه برونزيه، في سلبيات موجوده وفي ثغرات موجوده في بعض المراكز. انتصار زي ده هيدي لك الدافع وهيدي لك الحافز ان انت تبدا بقى عايز تقوي اكتر، مش هتقف عند سقف محدد ولا طموح معين هتقول لا انا عايز ارجع تاني بطوله عالم، عايز اخد العشره في بطوله افريقيا، عايز افضل مسيطر محليا. فده هيدي قوة أكتر للإدارة ويدي قوة للعيبة وللجيل ده إن هم يواصلوا سلسلة الإنجازات وسلسلة النجاحات. صحيح. من ناحية تانية برضو لما بتتكلم يا كابتن مدحت في ظروف ظروف كورونا، ظروف لعيبة مقفول عليها وفقاعة طبية من الناحية النفسية والضغط، حاجة جديدة ما خضناهاش وحاجة جديدة ما تعرضنالهاش. اللعيبة حتى نفسها كابتن مدحت، الازمه اللي حصلت بالنسبه لحسين الشحات ومحمود كهربا، في ناس لمت على حسين والشحات انتوا ازاي، بس انت ما تقدرش تلوم عليهم لان دي حاجه اول مره تحصل لهم، ما كانوش متوقعين ولا كانوا متخيلين ان الامور تبقى بالصرامه دي. لكن موضوع كورونا ما فيهوش هزار، النهارده توماس مولر بوزيتيف كورونا، بره المباراه النهائيه وبره القايمه خالص وما شاركش في المباراه النهائيه، مباراه اي لاعب مهما كان اسمه مهما كانت نجوميته بيحلم بيها. فانا لما اجي في الظروف دي لعيبه النادي الاهلي تقف على رجليها وتخسر من البايرن بطل اوروبا، كان ممكن خساره زي دي تهز الفرقه تماما، لكن لا، في رئيس بعثه وفي اسطوره موجود لامم على الفرقه ومحوط على لعيبه الاهلي وقدر ان هو يرجعهم ويشحن بطارياتهم ويشحن طاقتهم مره ثانيه عشان يجي النادي الاهلي من الباب الكبير ويهزم بطل الكوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي. ولما نقول البرازيلي لازم نحط تحت البرازيلي 100 خط، ويمكن انا شفت تابعت حلقتكم امبارح وفريق الاعداد المجهود اللي كان عامله ومجهز معلومات عن فريق بالميراس والاسماء والنجوم اللي فيه، النهارده بالميراس شفناه بلغه الكوره ما لمسش كوره، النادي الاهلي فايق رايق، اللعيبه مركزه، اللعيبه داخله المباراه عايزه تعمل حاجه وعايزه تفرح جمهورها. الحمد لله كان في توفيق، صحيح التوفيق ما كانش موجود في الاول في الوقت الاصلي، لكن ربنا وفقنا، والبطل الشناوي اللي الحقيقه بيأكد دايما ان النادي الاهلي مدرسه حراس المرمى، النادي الاهلي امتداد لسلسله من الحراس الاساطير والعظماء، والشناوي دلوقتي بيقول انا رقم واحد مش في مصر ده في الوطن العربي وافريقيا. شابوه الشناوي، شابوه رجالتنا، رجاله الاهلي ورجاله المنتخب المصري، دول مش بيمثلوا الاهلي بس يا كابتن، نعم، دول بيمثلوا مصر كلها. مصر كلها تفرح النهارده بانجاز النادي الاهلي لانه شرفنا ورفع راسنا وخلانا هنا كمصريين في الدوحه راسنا في عنان السماء. الحمد لله، فرحانين فخورين بالانجاز ده، ويا رب دايما كتر افراحنا، وان شاء الله باذن الله مستنيينكم يا منتخب مصر ويا نجوم مصر السنه اللي جايه باذن الله في ديسمبر 2020
منتخب مصر يكون موجود في الاولمبياد. تحياتي ليك وتحياتي لكل الناس متابعي اون تايم سبورت. شكرا استاذ محمد، اشكرك شكرا جزيلا. من الدوحه الاستاذ محمد الجزار الناقد الرياضي الكبير بجريده الوطن القطريه.